خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول صباح امبارح الثلاث على ملعب الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي المقام حاليا بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية. ومعسكر الزمالك كان انطلق أول امبارح بأحد الفنادق بمصر الجديدة. طبعا يعني حدد الجهاز الفني يوم 7 ويوم 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور ال 32 لبطولة كاس الكونفدرالية المقرر ليها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.